حديث رقم 1363 عن بريدة رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقول، يعني النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي سمع رجل يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلاسي ويمبرغازي نديم سينيكم إسلام إن يسلا: قد سأل الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. أخرجه الإمام أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان. من الصلاة والسلام أسميك سلام يورغازي دعاء سدعيكم إسلام إني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد. هذه سورة إشارة إلى سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لذلك يثمثن سورة جامعة لمعاني الإخلاص. ليش يسأل النبي عليه الصلاة والسلام إن ياس لقد سأل الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. يعني وين يستثنى ربي سبحانه ويسمعي يسمعوا أن ربي سبحانه ربي هذا سديفك وثي تخيي بارا.